شكل موضوع المقاومة بجهة الداخل وادي الذهب ومسيرة الاستقلال والوحدة محور ندوة نظمتها النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب. هذه الندوة المنظمة بتعاون مع شبكة جمعيات ساكنة جهة الداخل وادي الذهب وبدعم من المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي لأوسرد والمجلس الجماعي للداخل تندرج في إطار الأنشطة المخلدة لذكرى اليوم الوطني للمقاومة. من هذه الندوة هو أولا المساهمة في توثيق الذاكرة التاريخية المحلية، إلى جانب ذلك الهدف الثاني هو يتمثل في صيانة هذه الذاكرة وتقريبها من الأجيال الصاعدة واللاحقة من خلال الاستلهام ما تختزن أو ما تستنبط من قيم، خصوصا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية. هذا اللقاء العلمي يأتي تفعيلا لاستراتيجية عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الرامية إلى صيانة الذاكرة التاريخية وتثمينها وتقريبها من الأجيال الصاعدة والناشئة، حيث تطرق المشاركون في الندوة إلى الدور البارز الذي اطلع به سكان جهة الداخل وادي الذهب في التصدي لأطماع الدول الاستعمارية بكل الوسائل والحيل، وذلك بشهادة مختلف المؤرخين والكتاب. وأكد المشاركون أيضا أنه طبقا للتوجيهات السامية لبطل التحرير والاستقلال المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح المغفور له الملك الحسن الثاني، عرفت هذه المنطقة مقاومة نوعية منذ اللحظة الأولى لدخول المستعمر إليها. نظرا لأهمية الندوة في سد بعض ثغرات تاريخ المنطقة، ثم أيضا تغطية البياضات الخاصة بهذه الفترة ومعرفة مدى أو تاريخ المنطقة من حيث التغلغل الاستعماري، ثم أيضا معرفة مجهودات وتضحيات المقاومين من أجل الاستقلال والوحدة الترابية. وفي ختام هذه الندوة تم تكريم ثلة من رموز وأقطاب أسرة المقاومة وجيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الوطنية.